معايير اختيار المشتركين هي الفكرة المحورية اللي أسست أرب كاستي. بعد ثالث حلقة قدرنا نتعرف أكثر على كل فرد من الحكام. كان من لبوس ضحكتك لا خليني حبك سهيلة صاحبة أطيب قلب. أنا كنت من زمان ناطرة أنه يصير في برنامج هيك لأنه كل البرامج اللي لها علاقة بالمواهب الفنية أو زبدك بالغنى صار عنا كتير تمثيل. للأسف بعد ما كان في برنامج هيك نحن بحاجة. قصاي خولي صانع الضحكة. الباب أنا معك فيه برا. أهمية بقى فرادة أرب كاستينج إنه إذا كانت خاطرة هاي الفكرة لحدا فنحن أول ناس فكرنا فيه. هو الواد مش حاسس الكلام اللي هو بيقوله. الواد مش موهوم من دخلته. وغدا عبد الرازق هي تبخرت. أوكي. قلب ليالين نوع جديد شكل جديد أول مرة يشوفوا بناء على إيه بيتم اختيار الممثل. نحن نتفرج على برامج كتير غنى فأول مرة نشوف قدامنا بيختارونا إزاي كممثل. هل موهبة بس؟ هل شكل؟ هل إحساس؟ بس الخياط ملقب بالدكتور لازم تتخلصي من التوتر الفيزيولوجي اللي هو عامل غلاف فعلا. هي وصفة طبية. ميزة هذا البرنامج عرب كاستينج انه هو بيسلط الضوء على المواهب التمثيلية اللي ما سبق انه تسلط عليها الضوء قبل هلا. طبعا هذا لا يعني انه الغاء الدور الاكاديمي بالنسبة للتمثيل. معايير اختيار المشتركين هي الفكرة المحورية اللي اسست عرب كاستينج. ثالث حلقة قدرنا نتعرف أكثر على كل فرد من الحكام. كان من لبوس ضحكتك لا خليني حبك سهيلة صاحبة أطيب قلب. أنا كنت من زمان ناطرة أنه يصير في برنامج هيك لأنه كل البرامج اللي لها علاقة بالمواهب الفنية أو زبدك بالغنى صار عنا كتير تمثيل. للأسف بعد ما كان في برنامج هيك نحن بحاجة. صاي خولي صانع الضحكة. الباب أنا معك فيه برا. أهمية بقى فرادة أرب كاستينج إنه إذا كانت خاطرة هاي الفكرة لحدا فنحن أول ناس فكرنا فيه. هو الواد مش حاسس الكلام اللي هو بيقوله. الواد مش موهوم من دخلته. وغدا عبد الرازق هي تبخرت. أوكي. قلب ليالين نوع جديد شكل جديد أول مرة يشوفوا بناء على إيه بيتم اختيار الممثل. نحن نتفرج على برامج كتير غنى فأول مرة نشوف قدامنا بيختارونا إزاي كممثل. هل موهبة بس؟ هل شكل؟ هل إحساس؟ بس الخياط ملقب بالدكتور لازم تتخلصي من التوتر الفيزيولوجي اللي هو عامل غلاف فعلا. هي وصفة طبية. ميزة هذا البرنامج عرب كاستينج انه هو بيسلط الضوء على المواهب التمثيلية اللي ما سبق انه تسلط عليها الضوء قبل هلا. طبعا هذا لا يعني انه الغاء الدور الاكاديمي بالنسبة للتمثيل.